وده يا فندم الطاقم بتاعها مكون من 7 طبيب زائد 2 فرد طبي زائد 4 حاله مرضيه. قدره المحرك يا فندم 300 حصان، ومستوى الحمايه بي ار 6، وده من انتاج مصنع قادر على لائق عربيات التصنيع. اتفضل يا فندم. طائره بدون طيار طراز يونيو 30، طائره استطلاع يا فندم مزوده بمنظومة مراقبة كهرومغناطيسية بتمكنها من التصوير الليلي والنهاري، ومزودة بمنظومة SGA. الطائرة يا فندم 6 اكتوبر، وده النموذج المطور من الطائرة 30 يونيو. هي ايضا طائرة استطلاع، اقصى سرعة ليها 260 كيلومتر، زمن البقاء في الجو 30 ساعة، بتزيد عن الطائرة يونيو. طائرة يونيو 14 ساعة، طائرة 6 اكتوبر 30 ساعة، بمدى عمل 240 كيلو، واقصى سرعة 260 كيلومتر على الساعة. امام سيادتك يا فندم الطائرات الهدفية طابة 1 وطابة 2، تستخدمها قوات الدفاع الجوي لان لها القدرة على اكتشاف وتتبع الاهداف الجوية، ولها القدرة ايضا في تدمير القوات الجوية. المدايات يا فندم مختلفة، سرعة الطائرة طابة 1 500 كيلو، زمن البقاء في الجو 50 دقيقة، أقصى ارتفاع ليها 6 كيلومتر. بالنسبة للطائرة طابة 2، أقصى سرعة ليها 850 كيلو، زمن البقاء في الجو 8 ساعة، وسرعة 260 كيلو. طائرة أحمس طائرة استطلاع، مدى 240 كيلو، أقصى سرعة 260 كيلومتر على الساعة، الارتفاع 7000 متر. أي أوامر يا فندم؟ تحت أمر سيادتك. مع بعض نقدر كلنا نحمي الشعوب، نحمي الشعوب لأن ده من حقنا. سلام حياة، سلام أمان، سلام على مر الزمان، سلام بقوة مش بضعف وخوف كمان. Heaven peace, it's such a grace. This is our